يعني مباراة قوية، مباراة مرتقبة ما بين يعني بطلي القرن، بنتكلم على بطل أوروبا وبطل إفريقيا تحديدا، في مباراة هامة بينتظرها الجميع في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، بتجمع ما بين النادي الأهلي ونظيره فريق ريال مدريد الإسباني ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية. لو هنتكلم على يعني هذه الجولة تحديدا أو هذه البطولة، بطولة كأس العالم للأندية اللي بتقام في المغرب، وهنتكلم على مسيرة النادي الأهلي فيها، فالنادي الأهلي يمكن لعب ماتشين، أول ماتش كان مع نادي أوكلاند سيتي وقدر اللي هو يسدد 3 أهداف دون مقابل، وكمان ماتش سياتل يمكن اللي كانت قضية أفشة هي صحيح. اللي حسمت الموضوع وتأهلنا للنصف النهائي. صحيح، كان ماتش مهم جدا جدا، واللحظات الاخيره كانت صحيح. فارقه في الماتش، ويمكن الجون جه في الدقيقه 89، الناس كانت متحمسه جدا جدا، والجميع يعني كان منتظر الجون بلهفه شديده، وقفشه الحقيقه عمل جول عالمي واسعد جماهير النادي الاهلي والجماهير المصريه كلها. ويمكن احنا بنتكلم عن دي المشاركه الثامنه للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه، والحقيقه انه الوصول لنصف النهائي حتى ولم ان لم نتجاوز هذا الدور يعني شيء مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي، انجاز كبير جدا وانجاز حقيقي بغض النظر عن النتيجه هتكون عامله ازاي. عندنا ثقه ان شاء الله في النادي الاهلي وفي اللعيبه اللي امبارح يعني شفنا تصريحات كلها ثقه واصرار في المؤتمر الصحفي على ان هم يقدموا الاداء اللي بيليق بروح وتاريخ النادي الاهلي. هنتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل عن اللي هيحصل النهارده ان شاء الله في الماتش ما بين النادي الاهلي المصري وريال مدريد الاسباني. دلوقتي معانا في الاستوديو الاستاذ حمدي الحسيني الناقد الرياضي. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير. صباح الخير يا استاذ حمدي. صباح الخير. يعني شايف المباراه النهارده ازاي؟ زي ما انت قلتوا، هي مباراه طبعا تاريخيه، مباراه بالتاكيد هتكون صعبه بالنسبه للنادي الاهلي، بس انا بقول كمان انها ان شاء الله هتكون صعبه على ريال مدريد. عايزين بقى اللي حضرتك هتقوله. ان شاء الله هتكون صعبه على ريال مدريد كمان، لان لعيبه النادي الاهلي عندهم طموح كبير جدا. يمكن النصف النهائي ده دور النادي الاهلي بيوصل له للمره الخامسه وللمره الثالثه على التوالي، الحقيقه انجاز كبير جدا، لكن طموحات لعيبه النادي الاهلي زادت قوي، لان هم خدوا الميداليه البرونزيه او المركز الثالث 3 مرات في تاريخهم، فدلوقتي هم عايزين يوصلوا للمباراه النهائيه ايا كان المنافس. طبعا المنافس كبير وبطل القرن في اوروبا، واحد من اقوى الفرق الاوروبيه رغم الغيابات اللي عنده طبعا. طب خلينا بقى في الغيابات دي، عشان الناس على مواقع التواصل الاجتماعي ماسكه في موضوع الغيابات، وده مدينا امل كبير في المباراه. شايف ازاي ممكن غيابات ريال مدريد تؤثر على النتيجه النهارده؟ هو الحقيقه الفرق الكبيره اللي زي ريال مدريد بيكون عندها بدائل على نفس المستوى واحيانا بتكون افضل، لكن لا شك انه غياب احسن لاعب في العالم كريم بنزيما مهاجم من طراز فريد، لا شك انه غياب حارس بقيمه كورتوا من افضل الحراس في العالم، لا شك ان بيبقى ليهم تاثير سلبي على الفريق، لكن احنا مش عايزين طبعا في ميليتاو وفي ايدن هازار، في مجموعه من اللاعبين غايبين للاصابات، لكن احنا مش عايزين نحط في دماغنا المساله دي، لان زي ما بقول لحضرتك دايما بيكون الفرق الكبيره دي عندها بدائل. وانا عايز اقول مثلا انه كريم بنزيما غاب عن منتخب فرنسا في كاس العالم، ومع ذلك المنتخب وصل للنهائي بالبدائل الموجوده في فرنسا، وصل للنهائي وكان يعني قريب جدا من ان هو ياخد كاس العالم كمان. صحيح. امام الارجنتين في المباراه النهائيه. اذا اللعيبه اللي موجودين في ريال مدريد دلوقتي لا لعيبه برضو كبار، وكل واحد فيهم عنده قيمة تسويقية كبيرة جدا. عايز أقول أنه مثلا قيمة النادي الأهلي التسويقية يعني لا تتجاوز 30 مليون يورو في مقابل حوالي 830 يورو لريال مدريد، قيمة التسويقية الفرق كبير جدا جدا. لكن أنا بقول عشان إنه كده احنا بنقول أنه مقابلة ريال مدريد ده نفسه إنجاز كبير طبعا للنادي الأهلي. تخيل حضرتك لو النادي الأهلي أو أي فريق مصري عايز يلعب مع ريال مدريد مباراة ودية، النادي الاهلي او اي نادي مصري تاني هيدفع كام؟ صحيح. مش اقل من 3 مليون او 4 مليون يورو، ده اقل. بنتكلم على مباراه رسميه علشان تلعب مباراه وديه كمان. لا احنا النهارده بنتكلم على مباراه رسميه، مباراة لو بنتكلم على التاريخ احنا فوزنا قبل كده في مباراه وديه طبعا، لكن بنتكلم على ريال مدريد بيلعب في هذه البطوله تحديدا من خلال الدور نصف النهائي، وده وفقا للتصنيف اللي حطه الفيفا تحديدا، كونه بطل اوروبا وبطل امريكا الجنوبيه تحديدا. شايف ازاي يعني مشاركه ريال مدريد امام الاهلي؟ ويمكن بنشوف اجواء احتفاليه من قبلها، شفنا الصفحات الخاصه بريال مدريد بي يعني بتحتفل بلقاء الاهلي تحديدا، شفنا في زخم، شفنا انشيلوتي كمان يمكن مهتم ومدي الموضوع اهميه كبيره، لان عارف اللي هو برده على الجانب الاخر بيقابل بطل افريقيا. مظبوط، هم الناس باصين لتاريخ النادي الاهلي بكل احترام وتقدير،
وكمان الاوروبيين احنا متعودين منهم على الجديه، هو مش داخل مباراه ترفيهيه بالنسبه له او مباراه شايف ان هو هيلاعب فريق بعيد عنه في المستوى، لا هم بيتعاملوا مع كل الامور دي بجديه شديده، وخصوصا بقى ان ريال مدريد السنه دي متعثر في الدوري، يعني الفارق بينه وبين برشلونه دلوقتي في الصداره 8 نقط لصالح برشلونه، اخر مباراه لعبها كانت يوم الاحد اللي فات وخسر امام ريال مايوركا 1-0، وبالتالي يمكن تركيز كارلو انشيلوتي المدرب الايطالي الشهير طبعا ولاعيبه ريال مدريد هيكون على البطوله دي قوي، لان انت في 72 ساعه ممكن تاخد بطوله او بطوله عالميه جوائزها الماليه كبيره قوي، لما ياخدها حتى يبقى دافع معنوي كبير قوي للاعيبته، لان هم حاسين ان الدوري بعد عنهم السنه دي، فيركزوا على بطوله زي دي سهل ان هم ياخدوها في 72 ساعه، لكن ان شاء الله الاهلي صعبها عليهم، وكمان يركزوا على تشامبيونز ليج الاوروبي، لكن الدوري المحلي هم عارفين انه بيبعد عنهم بشكل كبير قوي. طيب خلينا النهارده بقى نرجع تخيل حضرتك لانه كولر يلعب ازاي النهارده، الماتشات اللي فاتت كان بيلعب 4-3-3، لكن شفنا اخر ماتش قدام سياتل الامريكي كان تاو وطاهر ليهم ادوار دفاعيه كمان، شايف النهارده ازاي وايه الاوراق اللي ممكن يستخدمها، وهل هيبقى عنده افكار جديده وطريقه مختلفه قدام ريال مدريد؟ هو خلينا نتفق على انه مارسيل كولر المدرب السويسري للنادي الاهلي اللي ما شاء الله 22 مباراه ما بيخسرش، وبالمناسبه في يعني صدفه غريبه بس ان شاء الله تتغير النهارده بعض تفاصيلها، انه بيتش موسيماني قبل كده لما قاد النادي الاهلي في البدايه اول ما مسك النادي الاهلي 22 مباراه ما خسرش، ويوم 8 فبراير واجه ريال مدريد في نصف نهائي كاس العالم للانديه، للاسف ساعتها خسر 2-0، لكن بيتكرر التاريخ ان مارسيل كولر 22 مباراه بلا خساره مع النادي الاهلي وبيلعب النهارده. دي ارقام تخوف كده لحضرتك ريال مدريد. لا ان شاء الله يعني تتغير بقى النهارده انه ما تبقاش نفس النتيجه وتبقى اول خساره للاهلي على ايد مارسيل كولر، ان شاء الله تتغير المساله دي. عايز اقول ان مارسيل كولر مدرب هادي بيقرا المنافسين كويس جدا، بيدي ثقه للاعبته ومعنويات عاليه قوي، وقدر ان هو كمان يوظف اللعيبه بشكل مختلف ويطور من ادائهم جدا. لعيبه كتير في النادي الاهلي من بدايه الموسم اتطور ادائهم، زي حمدي فتحي، زي احمد عبد القادر، لعيبه كتير قوي، شفنا كريم فؤاد قبل الاصابه غير مراكزهم وطور ادائهم جدا. فانا شايف ان هو الراجل بيدرس المنافسين كويس قوي، درس ريال مدريد بكل تاكيد، وهو طبعا كتاب مفتوح فريق زي ريال مدريد، هيحط الخطه المناسبه. طب هيلعب ازاي؟ لا شك ان هو هيقسم المباراه زي ما عمل امام سياتل ساوندرز الامريكي، 60 دقيقه الاولى كان متراجع وكان سايب الاستحواذ للفريق الامريكي، وهو عارف ان الفريق ده ما لعبش مباراه رسميه من اكتوبر اللي فات، صحيح. وبالتالي اللياقه البدنيه في اخر نص ساعه بالتاكيد هتنزل، ابتدى يعمل تغييراته بعد الدقيقه 60، زود الناحيه الهجوميه وانقض على الفريق الامريكي في وقت مناسب جدا جدا، مع توفيق ربنا سبحانه وتعالى طبعا في الهدف وتوقيته اللي جابه محمد مجدي قفشه. اعتقد ان هو هيلعب بنفس الاستراتيجيه النهارده، وهيلعب فيه 8 لعيبه معروف ان هم هيلعبوا في النادي الاهلي: محمد الشناوي، محمد هاني، علي معلول، محمود متولي، محمد عبد المنعم، اليو ديانج، عمرو السوليه، حمدي فتحي. 8 دول احنا متفقين عليهم، ورامي ربيعه وياسر ابراهيم، دول هيبقوا زي ما بنقول احتياطي استراتيجي للنادي الاهلي، موجودين في اي وقت يحتاجهم، لكن الثمان لاعبين دول هم الاساس بتوع مارسيل كولر اللي ما بيقدرش يغير فيهم طالما ان هم جاهزين ومفيش اصابات ولا ايقافات. دايما التغيير بالنسبه له بيكون في الجانب الهجومي، اللي اعتقد النهارده يعني مش هيدافع النهارده قصدك؟ لا انا بتكلم انه الثمان لاعبين دول هم اللي بيبني عليهم الخطه بتاعته. لكن الثلاث لعيبه بتوع المقدمه او الثلاثي الهجومي هم اللي دايما متغيرين عنه، طارق وبيرسي تاو بالظبط، وفي حسين الشحات كمان، وفي كهربا، اللي بيختار منهم ثلاثه دايما على حسب لعب المنافس وعلى حسب قوه المباراه. توقعاتك يعني يبتدي بمين النهارده؟ انا اتوقع انه الثمانيه اللي قلناهم يبقوا موجودين زي ما هم. اعتقد ان هو ممكن جدا يبتدي بطاهر محمد طاهر كجناح ايمن، لان طاهر في الادوار الدفاعيه عنده ادوار دفاعيه، وده شفناه في ماتش سياتل جدا، وكمان لو لعب بيه كجناح ايمن مع وجود محمد هاني وحد من خط النص يميل شويه ناحيه اليمين وليكن مثلا اليو ديانج، ده كان دوره في سياتل برضه بشكل هيكون جميل. طبعا وده كمان هيكون مناسب جدا لانه هيلعبوا على واحد من اخطر الاجنحه في العالم، فينيسيوس جونيور، لعيب هايل ومحتاج اكتر من لاعب لمراقبته، وجايز كمان محمد عبد المنعم يميل ناحيه اليمين مع محمد هاني، ده لتامين الجبهه اليمنى. اعتقد هيكون في الناحيه الشمال احمد عبد القادر كلاعب عنده مهارات فرديه عاليه جدا، يقدر من خلالها ان هو يعمل خطوره على دفاعات اي منافس،
وممكن جدا يبتدي بمحمد شريف، لكن هيكون بيرسي تاو اللي مارسيل كولر بالمناسبه مقتنع بيه جدا وبقدراته، هيكون عنده دور في الشوط الثاني، وكمان كهربا في حال ان هو احتاجه ممكن في اخر نص ساعه او حاجه يقدر يعمل من خلاله خطوره على مرمى ريال مدريد ان شاء الله. تصريحات اللعيبه زي قفشه والشناوي امبارح كانت بتقول ان عندهم ثقه وعندهم حماس اللي هم ان شاء الله داخلين يحسموا باذن الله يعني هذه المباراه تحديدا، شايف التصريحات دي ازاي؟ التصريحات دي واضح انها نابعه من وجود مدرب بيدي للعيبه ثقه في نفسهم. يمكن انا بقول ان بيتسو موسيماني قبل كده مع النادي الاهلي خسر امام بايرن ميونخ، لا شك انه بيتسو موسيماني مدرب كويس، محدش يقدر ينكر عليه ده، لكن في المباريات اللي زي دي لاحظنا ان اللعيبه كانت بتبقى نازله وعندها رهبه، رغم انه في خبرات كبيره قوي عند النادي الاهلي ولاعيبه كتير شاركت في كاس العالم للانديه قبل كده، المفروض الرهبه دي ما تبقاش موجوده. المدرب هو الاساس في المساله دي. انا شايف ان كولر الحقيقه مدي ثقه للاعيبه النادي الاهلي، واضح جدا من تصريحاتهم قبل المباراه. صحيح. ان الراجل قايل لهم انزلوا استمتعوا وما تفكروش في النتيجه، انتوا بتلعبوا قدام فريق كبير ومباراه تاريخيه، فان شاء الله اللعيبه تترجم ده على ارض الملعب، نشوف كوره ما يكونش فيه خوف. بالظبط، لو شفنا كوره من النادي الاهلي وما اهتموش بالنتيجه ولا بقيمه المنافس الكبيره قوي او الفارق مثلا في الامكانيات وفي التاريخ لصالح ريال مدريد اللي هو النظري، لو ما اهتموش بالمساله دي ولعبوا فريق قدام فريق 11 لاعب قدام 11 لاعب، اعتقد النادي الاهلي ان شاء الله هيعمل حاجه كويسه جدا ان شاء الله. حديث الاعلام الاسباني كمان والمؤتمر الصحفي امس وحديث انشيلوتي على قد ايه النادي الاهلي نادي عظيم وعنده تاريخ كبير وانه بيحترم الخصم، الناس يمكن شايفه ده، شايفه الزخم الاعلامي اللي حاصل، وده يمكن مكسب كبير من مكاسب المباراه اليوم، وحانه مساله الاداء المشرف دي مساله غايه في الاهميه، انه اللعيبه تكون حطها في دماغها، انه كل الناس كمان تكون منتظره ده. طبعا لا شك انه لما صحف اسبانيا كلها تتكلم على النادي الاهلي وتقول ملك افريقيا العظيم في مواجهه نادي القرن الاوروبي، ده تسويق كبير جدا لاسم النادي الاهلي، والحقيقه بالمشاركه التامنه للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه اصبح براند وماركه عالميه، وده فيه طبعا قيمه تسويقيه اضافيه، وفي لا شك انه تاريخ كبير قوي بيعمله النادي الاهلي، وبنتمنى ان شاء الله ان التاريخ ده يكلل النهارده بان هو يعني يفرحنا ويفوز على ريال مدريد. وبعدين المساله مش بعيده في كره القدم، ما احنا شفنا امبارح الهلال السعودي بيوصل لنهائي كاس العالم للانديه، بيفوز على فلامينغو، بيفوز على فلامينغو. يمكن تصريحات انشيلوتي هنا القصد كمان منها مش بس انه هي تكون متوجهه لينا، هي متوجهه للعيبه كمان انه ما نستهونش بالخصم. طبعا يعني امبارح كل التوقعات كانت بتقول ان فلامينغو البرازيلي هو اللي هيوصل للمباراه النهائيه، ومع ذلك لعيبه الهلال رغم ان هم مش في احسن حالاتهم الموسم ده وخصوصا في الدوري السعودي، قدروا ان هم يعملوا مفاجاه ويوصلوا للنهائي. وبالمناسبه قبل كده طبعا بارك لي كل اهالينا في السعوديه والهلال طبعا السعودي طبعا، واحنا سعداء جدا. الكره السعوديه يعني مؤخرا شايفين انتصارات كبيره يعني. طبعا، ويمكن شفنا في كاس العالم لما فازوا على البطل العالم يعني الارجنتين 2-1 في المباراه اللي كانت الافتتاحيه بتاعت المجموعه اللي كانوا واقعين فيها، مجموعه قويه جدا، ومع ذلك فازوا على الارجنتين. هو ده اللي بياكد ان الكره المصريه او الكره بشكل عام العربية لا تعرف الثوابت طبعا، يعني ما فيش قاعده ثابته في هذه يعني اللعبه تحديدا. بالتاكيد. ويمكن لفت نظري لو كنتوا بتتكلموا يعني على فكره يعني تصدر عناوين الصحف، كان في من بين العناوين مباراه ريال مدريد والاهلي المعجزه التي يخشاها انشيلوتي، شايف ان ممكن يكون في معجزه حقيقيه وانشيلوتي يمكن عامل حجم كبير جدا لهذه المباراه؟ هو الحقيقه الراجل بيتكلم بعقلانيه شديده وبدون غرور، وده اللي بيخلي المدرب او الفريق يتعامل مع المباراه بجديه. النادي الاهلي هم عارفين قيمته كويس جدا، ومش ناسيين انه الاهلي كسب ريال مدريد من 22 سنه وديا. الناس دي ما بتنساش التاريخ. 2001 2001 بالظبط، يعني من 22 سنه. ف شايفين انه اللي حصل بشكل ودي من 22 سنه وارد ان هو يتكرر بشكل رسمي، علشان كده مدين المباراه اهميتها وقيمتها. لكن باذن الله انا شايف انه الاهلي عنده فرص وفرص جيده في المباراه. فوز الهلال السعودي امبارح بيدي دفعه للنادي الاهلي، ونتمنى انه يبقى اول نهائي عربي خالص عربي في كاس العالم للانديه عربي طبعا. قبل كده يمكن العين الاماراتي وصل للنهائي، الرجاء المغربي لما استضاف البطوله في المغرب برضه وصل للنهائي. باذن الله المره دي بقى يكون التجديد انه يكون فريقين عربيين، الاهلي والهلال ان شاء الله. وحضرتك بتتكلم كده عن الحاله العربيه العظيمه دي، تشجيع الجماهير للنادي الاهلي في طنجه ومن بعده في الرباط واستقبالهم ليهم الجماهير المغربيه،
حافز كبير جدا جدا جدا، والمواقع التواصل الاجتماعي كلها بتتكلم عنه، وان احنا كنا حاسين ان الاهلي المره اللي فاتت ما بيلعبش في طنجة، ده بيلعب في استاد القاهره، من كتر التشجيع والتفاعل الكبير اللي حاصل مع النادي الاهلي. الموضوع عامل ازاي في ماتش ريال مدريد؟ انا اتوقع انه يزيد في ماتش ريال مدريد، لانه المباريات اللي فاتت كان لسه الوداد المغربي اللي هو ممثل المغرب ما خرجش، لكن دلوقتي بقى فرقه النادي الاهلي هي اللي موجوده، واعتقد انه هيبقى في تعاطف كبير جدا من الشعب المغربي والجماهير المغربيه مع الاهلي، واحنا شايفين ده يمكن حتى في التدريبات وفي الشوارع هناك وفي فندق الاقامه للنادي الاهلي، النادي الاهلي متابعين يعني اللقطات اللي بتجينا من هناك، لا في ترحيب كبير جدا. يمكن ده اللي اتكلم عليه انشيلوتي كمان في المؤتمر الصحفي، قال ان يعني هو بشكل كبير عارف ان ممكن يكون الجمهور اغلبه النادي الاهلي رغم شعبيه ريال مدريد. لا شك انه ريال مدريد برضو عنده جماهير، ويمكن اسبانيا قريبه من المغرب، صحيح، فهنلاقي طبعا شويه يعني طبعا يبقوا في المغرب، هنلاقي مسانده، مفيش مشاكل بالنسبه لنا ابدا، لانه اعتقد الغالبيه غالبيه الملعب هتكون باللون الاحمر وتشجع النادي الاهلي. صحيح. اخواتنا المغاربه طبعا بنشكرهم جدا على الروح الجميله دي، بس هم مش ناسيين الفرحه اللي شافوها في مصر كلها لما المغرب وصل. صحيح. طبعا المنتخب المغربي وصل الى نصف نهائي كاس العالم، فرحه عربيه كبيره الحقيقه. بالظبط، هم حسوا ان الشعب المصري فعلا كان بيشجع زي ما هم بيشجعوا المنتخب المغربي. صحيح. فيمكن ده نوع من رد الجميل، وفي النهايه احنا بنشكرهم جدا جدا على الحفاوه اللي بيقابلها النادي الاهلي. يعني امبارح كان في تصريحات لكولر على انه مهم جدا ان احنا نلعب بشخصيه النادي الاهلي، وانه نلعب على نقاط القوه ونقاط الضعف. هو ايه نقاط الضعف عند ريال مدريد؟ يمكن النقاط الضعف النهارده تتمثل في الغيابات، زي ما قلنا حراسه المرمى، لا شك انه كورتوا من احسن حراس المرمى في العالم. كان تعليقه على مساله الغيابات دي، وحضرتك كنت لسه بتتكلم عن الموضوع ده من شويه، ان هم دايما جاهزين ببدائل. طبعا يعني لا شك، والبدائل بتكون على نفس المستوى تقريبا، لكن في بعض اللعيبه اللي بيكون وجودهم حتى بيدي ثقه للباقين، يعني زي كورتوا وزي كريم بنزيما، قائد للفريق وواحد من اعظم حراس المرمى في العالم في الفتره الحاليه، فغيابهم اعتقد ان ممكن يبقى هو ده النقطه السلبيه في الفريق. ان شاء الله يعني نتمنى ان لعيبه النادي الاهلي تستغل النقص العددي ده او غياب العناصر المؤثره في ريال مدريد، لكن في كل الاحوال لازم النادي الاهلي فعلا يلعب بشخصيته ويبقى مقسم المباراه بشكل جيد. اعتقد انه تقسيم المباراه ده، ودي طبعا مهمه مارسيل كولر، هو اللي ممكن يوصلنا للي حصل في مباراه سياتل، مع فارق طبعا المستوى. صحيح. ما بين الفريقين. طيب سياتل غير ريال مدريد خالص يعني. في سياتل لو هنقارن مع فارق المستوى طبعا زي ما حضرتك قلت، يمكن شفنا الهدف بيجي في اللحظات الاخيره او الدقائق الاخيره تحديدا. هل هنشوف نفس الاداء الخاص باللعب في مباراه ريال مدريد تحديدا، وهيفضل مثلا الاهلي يدافع حتى الدقيقه 65 وبعد كده يبتدي هجوم، ولا حسب متغيرات المباراه او المفاجات اللي ممكن تحدث في المباراه؟ بكل تاكيد حسب مجريات المباراه، لكن اعتقد ان هو هيقسم المباراه بنفس الاستراتيجيه كده، ان هو يطول الوقت اللي ما يدخلش فيه اهداف، ودي نقطه مهمه جدا ان النادي الاهلي ما يستقبلش اهداف مبكره، دي ممكن تغير الحسابات وممكن تغير الاستراتيجية بتاعت مارسيل كولر تماما. لو الشوط الأول بالتحديد خلص بنتيجة 0-0، أعتقد أنه أداء النادي الأهلي في الشوط الثاني هيبقى مختلف تماما. لكن في كل الأحوال أنا أتوقع أنه هو هيسيب الاستحواذ لريال مدريد ويستوعبه في البداية، وهيبقى مأمن دفاعاته جدا جدا. هو دايما مارسيل كولر بيلعب بخطة متوازنة ما بين الدفاع والهجوم، لكن مهم قوي أن لعبة النادي الأهلي ما تكونش عندها الرهبة ولا الخوف، لان صحيح. انا اتذكر مباراه بايرن ميونخ قبل كده، لعيبه الاهلي كانت نازله خايفه قوي، طبعا بايرن ميونخ ساعتها كان في حاله هايله جدا جدا، فلعيبه الاهلي ما كانتش بتقدر حتى تبني الهجمه بمجرد انها تاخد الكوره. غالب برشلونه كمان بسرعة كان رقم جدا بسرعه جدا. كان وقتها كمان بايرن ميونخ كان غالب برشلونه برقم كمان، يعني 8-2 بالظبط. بايرن ميونخ كان في احسن حالاته في الفتره دي، فلعيبه النادي الاهلي لا شك كان عندها رهبه كبيره، الرهبه دي خلتهم تقريبا 90 دقيقه رد فعل. صحيح. يمكن في بعض لمحات بسيطه قوي من الماتش لانهم بيوصلوا للجول وبيهاجموا بس على استحياء، لكن النهارده اعتقد الاستراتيجيه هتبقى مختلفه، ولعبه النادي الاهلي عندها ثقه في نفسها كبيره، الثقه والنزول للاستمتاع بالمباراه هم دول اللي هيخلوا الاهلي ان شاء الله يعمل مباراه كبيره باذن الله. دايما الجماهير بيبقى عندها رهان على لاعب ما، ويمكن شفنا مفاجات، شفنا افشل الماتش اللي فات وقبله شريف الحريف، واداء يعني كبير وعوده للتهديف بشكل كبير. النهارده
حضرتك عندك رؤية ما في مين اللاعب اللي ممكن يحدث الفارق النهاردة في المباراة، يكون أداؤه مختلف، يكون أداؤه فيه مفاجأة لجماهير النادي الأهلي؟ أنا أظن أنه الناحية الفردية والمهارية عند أحمد عبد القادر ممكن تخليه النهاردة يعمل حاجة تصنع فارق للنادي الأهلي. لعيب عنده إمكانيات فردية محدش يختلف عليها أبدا. قبل كده كان المدربين بيعيبوا عليه الأنانية الزائدة شوية، لكن جه مارسيل كولر علشان يطور من أدائه ومن ثقته في نفسه. الراجل في بعض المؤتمرات الصحفية قال لما يكون عندي لعيب زي ده أنا اللي بقول له راوغ لما تكون واحد على واحد في موقف واحد على واحد، وقال أنه أحمد عبد القادر واحد من اللعيبة اللي ممكن تصنع لنا الفرق، علشان كده أنا بديله حرية المراوغة وأن هو يستخدم مهاراته الفردية. لعيب زي ما بيقولوا كده الكرة في رجله ليها تمن. بالظبط. أعتقد أنه ممكن يبقى ليه دور مهم قوي النهاردة مع دفاعات ريال مدريد في الهجمات اللي ممكن قوي تبقى قليلة، خصوصا في الشوط الأول لما الكرة بتروح لأحمد عبد القادر بيقدر يشكل بيها خطورة كبيرة. كمان حمدي فتحي لاعب عنده أدوار مهمة قوي في خطة مارسيل كولر من بداية الموسم، بيديله أدوار هجومية ربما ما تظهرش في الشوط الأول، لكن بيكمل ورا المهاجمين بشكل مميز جدا. دول اتنين لعيبة أنا شايف إن هم ممكن يصنعوا الفارق، إضافة طبعا إلى محمود عبد المنعم كهربا اللي لما بينزل وبياخد جزء من أي مباراة الحقيقة عنده خفة ومرونة ورشاقة بيبانوا بشكل كبير جدا. نعم. مين اللعيبة في ريال مدريد اللي لابد للأهلي اللي هو يعني يخشاهم أو يركز معاهم في هذه المباراة تحديدا؟ طبعا احنا زي ما بنقول هم عندهم كتيبة من النجوم الكبار، لكن يعني أنا في اعتقادي أنه هو فينيسيوس جونيور الجناح الأيسر الخطير، واحد من أهم الأجنحة في العالم دلوقتي. صحيح. ده يعتبر أكبر مصدر للخطورة، ووجود لاعب بخبرة لوكا مودريتش لا شك أنه هو رغم طبعا كبر السن لكن كلنا شفنا في كاس العالم بيؤدي أداء مهاري. زي صحيح. ما شاء الله اللي عندهم يعني 25 سنة ولا 26 سنة، لعيب محافظ على نفسه قوي، فبرضه ده من العناصر اللي لابد أنه اليو ديانج وحمدي فتحي بالتحديد هيتناوبوا رقابته، هيتناوبوا على رقابته يعني. فأعتقد أنه كمان موجود ناتشو، موجود ديفيد ألابا، موجود رودريجير. الحقيقة هم عندهم لعيبة كتير قوي هم عندهم لعيبة كتير مميزين، لكن طبعا لوكا مودريتش وفينيسيوس جونيور وأسينسيو طبعا أعتقد الثلاثي ده هو الأخطر والأهم في ريال مدريد. في مكاسب كبيرة للمباراة النهاردة، يعني لما لعيبة الأهلي تلعب جنب لعيبة ريال مدريد وحضرتك بتتكلم كده وبتعدد اللعيبة دي مكاسب كبيرة وحدث عالمي فريد الحقيقة يعني بيضعنا فيه النادي الأهلي النهاردة بلا شك. مجرد اللعب مع ريال مدريد ده قيمة مضافة للنادي الأهلي، مش بس ان هو بيلعب في كاس العالم للأندية، لا ده بيواجه نادي القرن الأوروبي، والاقتراب من الأندية دي واللعب معاها زي ما قلت لحضرتك ليه تمن وليه قيمة تسويقية كبيرة جدا جدا. علشان نلعب مباراة ودية مع بايرن ميونخ او مع برشلونة او مع ريال مدريد او مع مانشستر سيتي هندفع فلوس كتير قوي، لا ده احنا بنلعب مباريات رسمية معاهم العالم كله بيتابعها، فلا شك ان ده بيعلي من قيمة النادي الأهلي. طبعا انت كمان بتاخد فلوس. صحيح. يعني كل مباراة في كاس العالم للأندية على الاقل قيمتها لو انت كسبتها بتزودك حوالي نص مليون دولار. النادي الأهلي دلوقتي في جيبه تقريبا كده 1.5 مليون دولار، ان شاء الله يزيدوا ونتمنى ان هم يوصلوا ل 5 مليون دولار المركز الاول، نتمنى ان شاء الله. اعتقد كمان انه اللي بيزود صعوبه المباراه النهارده انه انشيلوتي ما عندوش بديل عن بطوله كاس العالم للانديه وبطوله دوري الابطال والتشامبيونز ليج طبعا، لانه بعد التراجع امام برشلونه الموضوع صعب، فتركيزهم طبعا. كمان النهارده على يعني حسم المباراه بالتاكيد يعني تركيز كبير يعني. طبعا هيتعامل مع المباراه بمنتهى الجديه، وزي ما قلت لحضرتك 72 ساعه من الاربع للسبت، السبت طبعا هيكون النهائي ان شاء الله ومباراه الثالث والرابع، في 72 ساعه ممكن ياخد بطوله، وبطوله كبيره وعالميه وجوائزها الماديه كبيره قوي وهتتحسب له تاريخا يعني في التاريخ، فاعتقد انه تركيزه هيكون كبير قوي. صحيح. البطوله دي ممكن تبقى بالنسبه لجمهور واداره نادي ريال مدريد يعني بتخليهم يصبروا شويه على الفريق ونتائجه المتراجعه في الدوري، فطبعا التعامل مع المباراه النهارده هيكون بمنتهى الجديه. هي مباراه بمثابه قيمه مضافه لكلا الفريقين، يعني سواء كان ريال مدريد او النادي الاهلي، لكن هل ده ممكن يحدث او يحدث نوع من انواع الخوف او التوتر الى حد ما عند لعيبه الاهلي تحديدا في الدقائق الاولى،
يمكن في عودة كده لذكريات مع اللعيبة اللي كانوا موجودين في مباراة 2001، قالوا إن يمكن أول 10 دقائق كان عندهم حالة من حالات الرهبة والخوف، بعد كده فتحت المباراة وانطلقوا. هل ده ممكن يحدث في هذه المباراة؟ وارد لو لعبت النادي الأهلي اللي بيشاركوا يعني أول مرة يشاركوا في كأس العالم للأندية، لكن ما شاء الله كل اللعيبة اللي احنا بنتكلم عليهم اللي هم في التشكيل تقريبا الاساسي اللي هيلعب كلهم شاركوا في بطولات عالم قبل كده، كاس عالم للانديه، وفي منهم اللي شاركوا في كاس العالم للمنتخبات، منهم طبعا محمد الشناوي، ولاعيبه كتير شاركوا في كاس العالم في روسيا 2018. وبالتالي المشاركه في محافل عالميه وفي بطولات كبيره زي دي وامام منافسين كبار، لعيبه النادي الاهلي اتعودت عليه، اعتقد ان الرهبه دي مش هتكون موجوده. بعض اللاعبين اللي لسه منضمين في يناير زي مروان عطيه مثلا اللي بياخد بعض الاجزاء من المباريات، اعتقد مش هيكون في التشكيل الاساسي، ممكن لو نزل وخد جزء من المباراه هيكون خلاص الرؤيه ظهرت والرهبه زالت. فاعتقد انه نازل عايز يعمل حاجه بالظبط كده. العناصر الاساسيه اللي موجوده عند النادي الاهلي لا كلهم عندهم خبرات كبيره قوي وشاركوا قبل كده في كاس العالم للانديه ولعبوا امام منافسين كبار، وكمان معاهم مدرب مديلهم ثقه كبيره في نفسه وقائد كمان. الشناوي صراحه امبارح يعني وكلامه في المؤتمر الصحفي، والحقيقه انه يعني الجماهير بتعشق الشناوي، ولما بيتكلم الناس كلها بتسمعه، لعيبه وجماهير. يعني الشناوي لحد دلوقتي الحمد لله شباكه نظيفه، كلين شيت الحمد لله. ف يعني النهارده شايف ازاي ممكن نقدر ان احنا نحافظ على ده امام ريال مدريد؟ هو بس انا عايز اشيد زي ما حضرتك قلتي بشخصيه الشناوي، عنده سيطره كبيره على غرفه ملابس النادي الاهلي. احنا عارفين انه الفرق الكبيره بيكون فيها نجوم كتير قوي، السيطره عليها ما بتبقاش من جانب المدير الفني بس ولا مدير الكوره، لا لازم يكون في قائد الفريق داخل الملعب وقائد في غرفه الملابس يقدر يسيطر على اللعيبه ويوجههم كويس. شخصيه الشناوي الحقيقه عامله ده في النادي الاهلي بشكل كبير قوي، وكمان مستواه في الملعب الحقيقه يعني بيؤدي اداء كبير من بدايه الموسم. ربما في بعض المباريات النادي الاهلي بيكون فيه كرات خطيره جدا عليه، وكرة واحدة بيشيلها الشناوي بتكون نقطة تحول في المباريات. فأعتقد النهاردة الشناوي أتمنى ما يكونش إن هو رجل المباراة يعني ويبقى فيه هجوم كتير على النادي الأهلي، لكن لا شك إن هو عنده دور كبير قوي النهاردة، وبإذن الله دفاع النادي الأهلي ولعبة الارتكاز بتوع خط النص يقللوا من الضغط عليه، ونلاقي إن شاء الله إنه الاستحواذ بتاع ريال مدريد ما بيشكلش خطورة كبيرة على النادي الأهلي إن شاء الله. في وقت قصير قوي الحمد لله يعني قدر الاهلي اللي هو يتعافى، وقدر اللي هو يحرز يعني انتصارات او يتقدم في مبارياته كافه، واعتقد دي في حد ذاتها بتكون رساله للجماهير اللي دايما بيكون عندهم ثقه في اللعيبه بتوعهم. ايه الرساله اللي ممكن يوجهها النهارده النادي الاهلي لجمهوره من خلال هذه المباراه؟ هو زي ما حضرتك قلت النادي الاهلي في الموسمين اللي فاتوا طبعا فقد لقب الدوري، وده لقب عزيز جدا بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، فقد كاس مصر. السنة دي بادئ بداية قوية جدا مع مدرب عنده خبرات كبيرة قوي مارسيل كولر، ما شاء الله 22 مباراة سواء محليا أو إفريقيا بيجتازهم بنجاح، واخد بطولة السوبر على حساب نادي الزمالك، في مباراة الدوري كمان أمام نادي الزمالك فاز 3-0. كل دي ادت ثقة للعيبة النادي الأهلي وعملت هدوء كبير عن الموسمين اللي فاتوا، في هدوء كبير قوي داخل النادي الأهلي لأنه النتائج ماشية معاهم كويس جدا. فأعتقد أنه الأداء النهاردة قبل النتيجة لو الأداء مميز وقوي أمام ريال مدريد، ده هيخلي اللعيبة عندها دفعة كبيرة قوي لبقية الموسم. لسه عندهم استحقاقات وبطولات مهمة جدا جدا، يمكن أقربها هيكون تشامبيونز ليج الإفريقي بإذن الله، وعندهم منافسين أقوياء الهلال السوداني وصن داونز الجنوب إفريقي. فالأداء النهاردة وبغض النظر عن النتيجة ممكن يدي دفعة كبيرة قوي للنادي الأهلي سواء في دوري أبطال إفريقيا أو في بطولة الدوري أو في كاس مصر طبعا. صحيح. اللي وصل فيه للنهائي النهاردة، الرسالة اللي هيوجهوها للناس إن احنا فريق كبير ومتعودين على المشاركة في كاس العالم للأندية، وعندنا طموح كبير جدا، الطموح ده قد يصل بينا إن شاء الله للمباراة النهائية. فأتمنى أنه الرسالة دي يوصلوها النهاردة في أرض الملعب وبغض النظر عن النتيجة حتى لو خسروا بإذن الله إن شاء الله. الحقيقة يمكن يعني مباراة اليوم نادي الأهلي وريال مدريد هو حديث العالم وفخر لينا كمصريين أنه هناك نادي مصري
يمثل مصر موجود في كاس العالم للأندية، بيحقق مثل هكذا إنجازات زي ما النادي الأهلي وصل. يعني لأنه كلنا فقر وكلنا حماس في أنه نشجع النهاردة. لو حضرتك عايز تتكلم عن توقعات في ماتش النهاردة، توقعاتك إلى الماتش. طبعا التوقعات في مثل هذه المباريات صعبة جدا، لأنه المنافس ريال مدريد نظريا هو الأقرب للفوز، لكن أنا بقول إن شاء الله النادي الأهلي النهاردة بإذن الله يعمل مفاجأة إذا قدر أنه يطول النتيجة السلبية أو أنه ما يدخلش فيه أهداف. أعتقد ممكن جدا النادي الأهلي يوصل لوقت إضافي وركلات الترجيح ملهاش كبير. يعني وارد جدا النادي الأهلي يكسب بركلات الترجيح، وأتمنى ده إن شاء الله بإذن الله نشوف الأهلي في المباراة النهائية. حضرتك قلت يمكن نظريا ريال مدريد هو الأقرب للفوز، ولكن لغة كرة القدم لا تعرف الثوابت، ويمكن شفنا ده في كاس العالم 2022 عندما تأهلت المغرب تحديدا، وشفنا أيضا السعودية، وإن شاء الله يعني ربما أو إن شاء الله نشوف الأهلي النهاردة. فعلى أي حال طبعا بنتمنى كلنا التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة الهامة جدا، وبينتظرها كل عشاق كرة القدم المصرية، لأن يمكن هذه المباراة هي وحدت كل الجماهير علشان خاطر كلنا يعني نقف ورا النادي الأهلي اللي بيمثل مصر في هذه البطولة تحديدا. بنشكر حضرتك الأستاذ حمدي الحسيني الناقد الرياضي، شكرا لوجودك معنا في صباح الخير. شكرا لحضرتك على وجودك معنا، وكل التمنيات للأهلي المصري النهارده بالأداء المشرف والأداء القوي أمام فريق ريال مدريد الإسباني في كأس العالم للأندية. مباراة النهارده إن شاء الله الساعة 9، كلنا نشجع فرقتنا ويبقى يعني كلنا حماس، وإن شاء الله نشوف أداء مشرف يليق باسم مصر النهارده في كأس العالم للأندية.